كل عام وانت بخير، ميلاد مجيد. فنان سامي فانوس معنا بعد شوي رح يكون، نشوف كيف عم بيحتفل بالعيد، بس قبل ما نسمعه حلاش العريس بيستنى يعمل بعد ما يخلص العرس يروع على البيت يفتح للظروف، راسكم ما يروحش لبعيد. انا بقولكم هلا حلاش بحير بالظروف لما يطلع لك اكتر من ظرف مكتوب على نفس الاسم واسم العيله. صارت معكم هاي؟ انا مثلا بعرسي كان 3 يوسف خوري، واحد منعه 300 دولار، واحد 150 دولار، واحد حاطط دولار. ايش عملت؟ سجلت الاسم، جمعت المصاري وقسمت على 3. وكيف لما انت ومرتك تروح الزياره عند صاحب هو يكون عنده ولد وانت لا، بيستلمك. اسمع مني دغري جيبه، اسمع مني تستنوش كثير، اسمع مني الولد فرحه، اسمع مني خد ابني والله يسهل عليك، اسمع مني. وكيف لما المرأة تكون حبلة حامل الكل بايش حامل؟ بينجوين. بايش تكون حامل؟ يعني يا بولد يا بنت. وكيف لما يسمع انه مرتك حبلة بولد بنعجقولك مزبوط؟ يتربى بعزك، بكرة بيكبر بمسك اسم العيلة، الولد بيطلع سكرجي ومش عارف يمسك حاله. ولما يسمعوا انها بنت بجبروا بخاطرك كمان منيح، بكرة البنت بتكبر بتصير تدربلها عليك ايش هو مخلف فلبينية. وفي اللي بيطمنوك هدول ان شاء الله بتزينها بعريس، انا ما عرفتش ان الولد زينة، بكرة بيجيني ولد بتدعله على شجرة عيد الميلاد احطه محل النجمة. وما بيعصبنوني الا الامثال العربية، في هذا المثل قال لما قالوا لي اجاكي ولد انشد ظهري وانسند، ولما قالوا لي اجتك بنية حيطان البيت هالت علي. شو كنك مخلفة هزة أرضية انت؟ وكيف لما تيجي تسأل أبو أو أم أكم من ولد عندك وبنفس الوقت يكون عنده بس 5 بنات؟ أكم من ولد عندك عمي؟ 5 بنات؟ ومرات بيهونها المصيبة 3 بنات وبنتين؟ وايش بكون اساميهم؟ الاولى بتكون شيرين، الثانيه كاترين، الثالثه نسرين. هلا بتشائم من اللين بصير يسمي نهايه، اكتفاء، ختام. وعلاش بصير كثير مشاكل بين الزلمه ومرته على اسامي الاولاد؟ هو بده يسمي على اسم ابوه خميس وهي بتعجبهاش، بلشوا خميس. ما تسميه جمعه، ليش؟ ايش ماله خميس؟ ايش ماله؟ اذا اجى الثاني بنسميه جمعه، ايش ماله خميس؟ هو مظبوط الاسامي القديمه شوي مشكله، يعني ما نضحكش على بعض. يعني انا عندي صاحب اسمه فايق، انا تعقدت من اسمه. هذيك المره بتصل عليه بترد علي امه، الو ايم فايق، ممكن احكي مع فايق؟ فايق نايم؟ طب ممكن تفيقي له فايق؟ بدوش يفيق. طب خلص يا فايق خلي فايق نايم، انا داخل انام، لما فايق يفيق خليه يفيقني. انا بقول مش كل شيء الاسامي، يعني المهم الولاد يا جماعه الخير يجوا بصحتهم، الولاد لانه ذكيين لذيذين مزبوط، مش بعد الولاد بجنن، المهم يجوا بصحتهم. وبتعرفوا هاي مثلا اذا بتشوف ولد هيك بجنن وامور بتقعد تناقشوا زياده عن اللزوم، بتعرفوهم هذول الصبايا مسكاح انت ولك شو بتجنن، يي يي ايش هالعينين هذا، ايش هالشايفيف هذول، يو ماشا بتجنن مين طالع. هلا سمع على ابو ايش بقولها، ولك ما تقولي يخزي العين وشيلي عينك عنه، الباب بعده صغير ومش باين سنه، اذا كان اللي فكرك فيه مثل ما غيرك ظنه تعالي عندي دقيقتين بعمل لك احلى منه تعالي. سامي فانوس مرحبا. اهلين شادي، مساء الخير. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير حبيبي. انت على طاولة العيد ولا كيف؟ او ابنك من الطاولة؟ لا ولا اشي، بسيطة يا حبيبي. احنا حابين هيك تجيب لنا الفرحه، وانت بتجيب لنا الفرحه دائما من خلال عروضك، فسمعنا هسه هيك مقطع حلو على العروس، تجليت العروس. مظبوط. هل مقاطع جديده سامي؟ لا والله هي مقطع قديم، هذا من عرض اسمه سيره وانفتحت. هذا المقطع كنت اعرضه بسيره وانفتحت، وهلا تعرف انا قبل انزل احضر لعرض جديد عد العروض هاي القديمه
صورتها وبدنا نزلتها على الفيسبوك. حلو. بال2018 رح تستمر العروض، في عرض كبير عم تخطط لعرض كبير جديد لإلك؟ في عرض جديد ان شاء الله، يعني هيك بين بيجي يعني اول شهر اثنين اول ثلاثة، يعني هذا هو التاريخ، يعني فيش عندي تاريخ محدد لسه، بس ان شاء الله بنقول لكم عن قريب. حلو، نسمع كمان مقطع، بس بدنا منك هيك معايدة حلوة وتحكي لنا كيف عم بتعيش اجواء الميلاد اليوم. مبسوطين هون قاعدين ومجتمعين الكل، يعني الحمد لله. اجا بابا نويل ولا بعد؟ لا هنا بنستنى قاعدين. طيب بجيب لك هدية. بدي اجيب للبنت، عندي بنت صغيرة عمرها سنتين ونص، جيب لها هدية حلوة. حلو، الله يخلي لك اياها. بدنا نشكرك ونسمع كمان مقطع حلو منك. كل عام بخير سامي فانوس. وانت بخير حبيبي. الى اللقاء. معلمين معلمات، علينا علينا معلمات، كيف حالكم؟ انتو في عندكم جملة ايش بتعصبين؟ معلمة تسأل سؤال ارفع ايدي علشان اجاوب. اكيد امير بيرفعش ايدي ولا بيرفعش ايدي. برفع ايدي علشان اجاوب، مش تخليني اجاوب. في عندي هاي الجملة، بدي اشوف كمان ايدين، بدي اشوف كمان ايدين، كمان ايدين. ايش انا رحت عملت؟ قلت برفع ايدي الثانية. قلت يمكن تخليني اجاوب، برضو ما سكتتش، بدي اشوف كمان ايدين، كمان ايدين. قلت ايش بدي ارفع لها علشان تخليني اجاوب؟ اجري من وين اجيب لك كمان ايدين؟ شو انا كاين اخطبوط؟ ولما كانت تتعصبا علينا، انتو بنفعكم مش معلمة تحكي معاكم، انتو بدكم بس سليمان الحكيم، لانه هو الوحيد اللي بيقدر يحكي مع حيوانات زيكم. معلمة انجليزي في هنا؟ في معلمة انجليزي بالجمهور؟ معلمة الانجليزي اذا بتتذكروا كان في عندها جملة كل حصة كانت تقولنا اياها قبل ما تبدا الدرس. I don't want to hear Arabic. Only English. هلا انا صحيت. اذا معلمتي بدي اروح على الحمام. Only English. ليش دخل الحمام بالانجليزي؟ قالت لي بتجاوبني بالأردن جنب السطل. قلت لها خلص مش لازم حمام، هاي في سطل. ولا حصة العربي متذكرين كانوا يعلمونا أشعار بكتاب الحافي الكافي عن امرؤ القيس وعلى عنترة. قال ايش؟ كيف كانوا يتغزلوا بالصبايا زمان؟ أمير هذا مش لك الموضوع. كانوا يتغزلوا بالصبايا. قال ايش؟ اسمع أبيات شعر، مش عارف وين جابوا الكلمات. قال مهفهفة بيضاء غير مفاضة، ترائبها مص قولة كالسجنجيل. ما حدش يسألنا على إيش بحكي، لأن أنا نفسي مش عارف إيش بحكي. شفتوا مرة حدا استعمل كلمة مهفهفة بعد ما خلصت المدرسة؟ إيش يعني متوقعين من أمير يستعمل كلمة سجنجيل؟ ليش بعلمونا هاي المواضيع؟ ليش بتصعبوا علينا؟ ليش بعد ما علمونا على وصف المرأة علمونا على وصف الخيل؟ تذكرين وصف الخيل؟ قال أحب الخيل وأصطبر عليها، فإن فيها العز والجمال، عنقها المقوس وشعرها الناعم، صدرها المتسع وزيلها الطويل. بعد الحصة طلعت على الشارع شفت حمارة صرت أصفر لها. إيش وصف الخير؟ إيش أقول لأمي يما تعالوا أكلوا بالحمارة؟ عفكرة آخر مرة قرأت بيت شعر كان بالفيسبوك، واحد إيش كاتب؟ واحد رومانسي إيش كاتب؟ قال سأدعك تنفخي لي مجموعة من البالونات، فكلما اشتقت إليك ولم أجدك سأفجر أحدهما وأستنشق أنفاسك أنفاسك. كتبت له يا ريت تكون ناكلة تومي. ولا حصة الحساب بتذكرين كانوا يعلمونا سينوس وكوسينوس الزاوية؟ في حد يستعمل سينوس وكوسينوس الزاوية بعد ما خلصت المدرسة؟ مزبوط؟ بدك تتعلم لما تدخل على الجامعة، بتتعلم هندسة، تعلم سينوس وكوسينوس الزاوية. ايش دخلني انا؟ يعني بدي ادخل على الدكان، ايش بدي اقول لصاحب الدكان؟ اقول له ايش اقول له؟ لو سمحت وصل لي 100 جرام جبنة صفراء، بس خلي سينوس الزاوية الفا اصغر من كوسينوس الزاوية جاما، عشان بالباقي اشتري كيلو جنبا باكيت عنبا. ليش؟ في حد استعمل سينوس وكوسينوس الزاوية؟ ليه؟ علمونا فن، علمونا رياضة. ايش الاستاذ الرياضة كان دائما يجي داخل على الصف مع طبطين،
تعرفوا هذا الاساتذه 4 سنين بتعلم بالجامعه مع طبقين رجلك نافش ريشه هيك، الاولاد بيلعبوا فوتبول والبنات سله. ليش دائما بعت البنات سله؟ لا بهموا شو اشياء ثانيه بتنفذ غير الطبخ. هلا انا بدي افاجئكم اكثر حصه كنت احبها حصه التاريخ، وبالاخص لما يجوا حصتين ورا بعض. ليش؟ ساعه ونص نوم. واحلى يوم كمان كنت احبه بالمدرسه اليوم اللي نروح فيه على الرحله، اكون قبل البواب بالمدرسه حامل هالشنطه والجهه الثانيه ايش؟ طبله. ومين كنا نسلم بالطبله؟ شوفير يا شوفير دوس دوس الله يبعث لك عروس، وتلاقي الشوفير يبدا يريق ويحمر ويخضر ويبطل يعرف يسوق شمال يمين، بس ايش يتجوزوا؟ وعملنا لاحظتوا انه شوفير الباص اللي بخدنا على الرحله دائما عينه زايغه، كل وقت عينه بتنزلش عن المرايه اللي فوق راسه، بقعد يضحك ويناقش المعلمات اللي قاعدين ورا. مزبوط؟ هذا الاشي ما عجبنيش. مزبوط بنات صفين؟ هذا ايش ما عجبني، صرنا نغني له لا تطلع بمراتك يا شوفير المعلمات زي خواتك يا شوفير. والفترة اللي كنت اكرهها بالمدرسة فترة الامتحانات، هقعد ساعات ساعات بالأوضة احضر ورقنا إلي. والحمد لله دائما كنت انسى دائما، عشان هيك اكثر امتحان كنت احب اعمله هذا، بيجيب لك سؤال مع 4 أجوبة حط دائرة على الجواب الصحيح. تعرفوا هذي؟ طلع على ورقة سحر هوبا، ورقة نريمان هوبا، ورقة كفاح هوبا، ورقة جورج، لا جورج هو كان يتنقل مني. مرة الأستاذ مسكني وأنا أطلع على ورقة ابن صفي وأنا صار يصرخ من بعيد سامي إيه؟ قلت له أستاذ تسلم علمت دائرة على الإيه، سلمته الامتحان.